السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين؟ مع الصحه؟ مزيان؟ كي داير اموركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه ام ريان. اليوم البنات جيت نشارك معكم هذاك الموديل كما شفتوا على الصوره، نتمنى يعجبكم. كيجي رائع البنات وخفيف بالنسبه الا بغيتي ديري شي جلابه خفيفه، بالنسبه الا بغيتو ديروه حتى قفطان كيجي حتى قفطان، كيجي رائع حيت فيه العقيق. نتمنى البنات ينال اعجابكم هذا الفيديو، ولا كنتي اول مره كتدخلي القناه ما تنساش ديري لايك الفيديو الى عجبك الفيديو، وما تنساش تضغطي على زر المربع اللي كان تحت الفيديو سبسكرايب او صابوني. وكنشكركم بزاف البنات على التشجيعات ديالكم، على الدعم ديالكم، على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا، كنشكركم جزيل الشكر. وبالنسبه لهنايا غادي نبداو الخدمه ديالنا، هنايا كنبداوها ب8 ديال الغرزات كما شفتوا. عندنا هنايا 8 ديال الغرزات، الخيط هنايا برمتو على 3 ديال الشعرات. بالنسبه لهنا الهبطه ديال الجلابه كنبداو دائما كنحسبو هنايا الهبطه، كنديرو 4 ديال سميتو، ديال الصبابع ديال سميتو، كنعبرو بيدينا وعاد كنحلو كنديرو العبار اللي غادي نديرو باش نحلو الفتحه ديال العنق. نبداو البنات هنايا، راه كنت وريتكم الطريقه كيفاش كنبداوها هنا من هنايا، راه وريتكم فيديوهات سابقه. عاده نرجع مع هاد الغرزات، كنعتذر ليكم البنات شويه كاين الظلام، راه تبارك الله مع الشاد الجو شويه مظلم. كنرجعو مع 8 ديال الغرزات اللي كنا درنا بهذه الطريقه هذه. احنا من بعد ما رجعنا مع 8 ديال الغرزات، نحاول نكبر شويه باش يبان لكم الخدمه مزيان، قرب الكاميرا. غادي نضربو في التوب. بالنسبه للبنات اللي كتجيكم ديكالاج في التوب كيجيكم مكمش، حاولوا ما تضربوش الضربه هنا اكثر من هنا، حاولوا الدقات يجيو متوازنين، يجيو قد قد في العبار باش ما كتجيكمش هذاك التكماش. انا بالنسبه هنايا كنخدم كتجيني مطلوقه كاع، ما كيجيش هذاك التكماش نهائيا. انتوما حاولوا ديروا نفس الاخر، ما تغرقوش دابا بحال هنا كتضربوا شويه ديال التوب، وهنا كتغرقوا هنايا في الضربه بحال هكا، كتغرقوا واحد شويه حيت تما في كيجي التكماش بزاف. هادي نزيدو نضربوا هنايا. بالنسبه لهنايا كنحتاجوا العقيق الزمرد ديال، انا اختاريت هذا ديال الخيط باش نوري لكم، النمره 3 والليبره شوفوا لي حساب لي دخل لكم العقيق الزمرد. كنديرو جوج غرزات، كنجيبو هاد العقيقة، كنديرو جوج غرزات ونجيبو عقيقة. انتوما كيما شفتو كنخليو هاد الغرزة هنايا، كنضربو في هاد الغرزة اللي حداها بهاد الطريقة هادي، كنديرو جوج عقيقات. كنخليو هاد الغرزة ونضربو في هاد الغرزة اللي حداها، نكملو جوج غرزات. عندنا جوج غرزات هنا وجوج غرزات هنايا. بالنسبه للبنات بغيتو تخدموها في نصف طوق، نقول لكم تخدموها في نصف طوق، تجي زوينه حتى في نصف طوق. الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه، كنجي ما بين هاد العقيقه هادي، كنديرو غرزه، نديرو جوج غرزات، غرزه في هذه الجهه وغرزه في الجهه الاخرى. بالطريقه هذه عاوتاني نفس الطريقه، تبارك الله الشتا الحمد لله الشتا كطيح من جهده. هنكملو
نتوما دابا عاوتاني كنضربوا غرزه في الثوب في الرنده، كنخليو هاد الغرزه اللي عندنا هنايا وكنجيبو عقيقه بهذه الطريقه هذه، وكنخليو هاد الغرزه ونضربو في الوسط هاد الخيط هذا اللي عندنا من الفوق. نديرو عاوتاني عقيقه اخرى، دابا غادي نديرو 3 ديال العقيقات. كنخليو هاد الوسطانيه هادي وكنضربو في وسط هاد الخيط هذا. نزيدو عاوتاني عقيقه اخرى، هانتوما دخلنا عقيقه، كنخليو هاد الغرزه اللي عندنا هنايا وكنضربو في هادي. الطريقه هادي كنزيدو هاد الغرزه نضربو في الثوب، نديرو هاد الغرزه الغرزه الاولى، جوج غرزات ما بين العقيقه، دائما كنديرو جوج غرزات ما بين عقيقه وعقيقه. نضربو في الثوب، الغرزة الأولى نديرو غرزة عاوتاني فوق هاد العقيق هادي وكنجيبو عقيقة. كنخليو هاد الغرزة هنا وكنضربو في وسط هاد الخيط هاد اللي عندنا فوق هاد العقيقة هادي. نديرو نفس الطريقة، ثم كنرجعو مع الغرزات نديرو 8 ديال الغرزات لي هانتوما البنات من بعد ما كنقزو 3 ديال الغرزات هانتوما كنضربو ضربه، كنقزو جوج غرزات ونضربو غرزه ونقزو عاوتاني ونديرو نقزو جوج غرزات كما شفتو. دابا شنو غادي نديرو؟ غنجيو لهنايا وغنديرو 3 ديال الغرزات، الغرزه الاولى الثانيه الثالثه،
نضربو غرزانة، أربعة، نديرو عاوتاني 3 ديال الغرزات، نضربو في هاد الغرزة الأخيرة بهاد الطريقة، نضربو في الثوب. ندرجو معاها الغرزة الثانية، نضربو في الثوب، نرجع معاها عاوتاني بنفس الطريقة، نضربو في الثوب، هانتوما البنات من بعد ما كنطلعوا 3 ديال الطلعات ديالنا، انا غاد دخلت خيط واحد اخر على حساب الحبكه ما يقدنيش هذاك، حيدتو كنديرو غرزه بهذه الطريقه هذه، وكنبداو كنحبكو، كنديرو 4 ديال الحبكات، ثانيه، ثالثة، الرابعة، كنجيو هنايا نديرو الغرزة الأولى، الغرزة الثانية، ونحبكو 4 ديال الحبكات، الحبكة الأولى، الحبكة الثانية، الثالثة، الرابعة، هانتوما البنات كنجيو هنايا كنديرو غرزة هنايا كما درنا نفس الطريقة الأولى، كننقزو هنايا بالطريقة، ديرو غرزة عاوتاني كنقزو لهاد الأخيرة هادي بنفس الطريقة اللي درنا المرة الأولى، نديرو هنايا 3 ديال الغرزات، الغرزة الأولى، الثانية، الثالثة، غرزة، أربعة، عاوتاني 3 ديال الغرزات هنايا،
عندنا غرزه اخيره بنفس الطريقه. كنطلعوا 3 ديال الطلعات وكنبداو كنحبكو. هانتوما البنات كنطلعوا بهذه الطريقه هذه كما شفتوا. كنديروا 3 ديال الكورميطات الاولى الثانيه الثالثه وكنديروا 3 تقريبا شي 2 طلعات اما 3 ديال الطلعات وكنبداو كنحلو تقريبا نفس الطريقه هذه اللي وريتكم ديال العقيق. كنديروها في هذه الجهه هذه ملي كتطلعوا 3 ديال الطلعات كنديروا كنبداو كما وريتكم الطريقه ديال العقيق. راه وريتكم كنبداو بجوج عقيقات هما الاولين عاد كنديروا 3 ديال العقيقات من بعدهم. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال هذا النهار وما تنساوش تشاركوا في القناه وشكرا لكم بزاف وتهلاو ليا فراسكم في حلقه اخرى ان شاء الله. بسلام عليكم.